في العام 2014 سقط في لبنان أكثر من 900 شخص ضحايا حوادث السير، أي حوالي 21 ضحية من بين كل 100 ألف مواطن، رقم يزيد بستة أضعاف عن المعدل العالمي، من دون أن تنجح في الحد منه كل حملات التوعية التي بدأت منذ أعوام وصولا إلى قانون السير الجديد. لكن ما نفع كل هذا في مواجهة بنى تحتية مهترئة وطرقات لا تصلح لقيادة سليمة؟ واقع طرقاتنا بلبنان بينقص الصيانة بشكل كتير كبير، بينقصوا تحديد الطرقات اللي هي لازم تكون موجودة لنعرف الناس وين حدود هاي الطريق، ريفلكترز بالليل أو عاكسات الضوئية اللي هي حتى العالم تقدر تنتبه وين الكواع، إضافة للحواجز اللي لازم تكون موجودة لحتى في حال كان في خطأ من هالسلوك بشري خاطئ أو من السائق ما يكون الحادث يؤدي لوفاة. ممكن يكون في سبب للحادث نتيجة خطأ من السائق، بس أسباب الوفاة هي عدم وجود بيئة آمنة على الطرقات. الحل لبنى تحتية أفضل كبز الزر. اجتمعنا 11 طالب من جامعة الروح القدس الكاثوليك وتوصلنا لتصميم تطبيق خليوي بيساهم بحل المشكلة. I on road هو مشروعنا لمسابقة أفضل عمل اجتماعي المنظمة من قبل إنجاز العرب وكوكا كولا أمواج فرح. هيدا التطبيق بيسمح للمواطن انه يبلغ عن طريق بحالة سيئة لأجهزة مختصة بتهتم بالتصليح، وهالتطبيق ما بيتطلب أكثر من لحظة وقوف على جنب الطريق للتبليغ. ولحتى ينجح مشروعنا الكبير تواصلنا مع خبراء قانونيين أكدوا لنا انه مشروعنا قانوني وسليم، كما وانه اجتمعنا مع جمعية كون هادي المساهمة بتوعية السائقين لحتى نحسن تصميمنا ونحقق إفادة أكبر للمجتمع ونسهل وصولنا لأجهزة الدولة المختصة يلي بتسهل تنفيذ وانتشار المشروع، لحتى نحن وياهم إيد بإيد نساهم بتحسين البنى التحتية ونأمن سلامة المواطنين.